أهلا بكم من جديد، ونرحب مجددا بضيوفنا من أنقرة علي حسين بكير الباحث في الشؤون التركية، من جدة خالد بطرفي الكاتب والباحث السعودي، من باريس منذر ماخوس ممثل الائتلاف الوطني السوري المعارض، ومن دمشق ينضم إلينا عبر الهاتف أنس جودة رئيس حركة البناء الوطني. سيد خالد بطرفي، الحشود العسكرية على الحدود التركية السورية مستمرة، دخول التحالف إلى قاعدة إنجرليك ابتداء من اليوم ربما في الحرب على داعش، في المقابل دمستورة في دمشق يحاول استكمال الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي. برأيك إلى أي مدى سيوفق دمستورة هذه المرة، حيث فشل السابقون الأخضر الإبراهيمي وكوفي أنان وغيرهم، بظل هذه الأجواء الجديدة المتاحة بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران؟ المشكلة هي في إيران وليست في أي دولة أخرى. إيران ثم تأتي بعدها بالدرجة الثانية روسيا. سوريا كانت ستسقط منذ زمن طويل لولا التدخل الإيراني العسكري والاستخباراتي والسياسي والمادي إلى آخره، وهذا الذي أوقف نظام الأسد على قدميه وجعله يواصل هذه المعركة الدامية العبثية ضد شعبه. أعتقد أن الحل يكمن لا في الحديث مع القيادة السورية ولا مع غيره، الحديث هو يكمن في القيادة مع القيادة الإيرانية. فإن اقتنعت إيران بأنه آن أوان الحل والتخلي عن بشار الأسد أو نظام بشار الأسد فستكون هناك الحلول مطروحة. أما إذا أصروا على بقاء هذا النظام فإن النتيجة ستنتهي إلى جنيف 3 و4 و5 ولن نصل إلى نتيجة أبدا. أعتقد أن الحل الأفضل هو الحل العسكري، وآخر العلاج كما يقول العرب الكي. ولكن من يستطيع أو من هو القادر على حل هذه الأزمة عسكريا أو على الحسم العسكري برأيك؟ هناك يعني جزء من هذا الحل بدأ بالفعل من خلال التحالف، ولكنه ولكن التحالف لا يستهدف النظام السوري، يستهدف داعش. كان يفترض أن بالضبط حصر نفسه في داعش، والحل أن يتمدد هذا الضرب وهذا التحالف ليشمل أيضا يعني أن تكون الأجواء السورية نو فلاي زون بالنسبة للمعارضة، ستكون هذه إضافة مهمة ودعم كبير لهم، وهذا ما تطالب به تركيا، وأنا أرى أنه هو الأوفق والأجدر. وأستغرب حقيقة من الموقف الأمريكي المعارض لذلك إلا إذا كان الهدف هو إطالة أمد هذه الحرب المدمرة. أنس جودة من دمشق رئيس حركة البناء الوطني، برأيك هل حمل دمستورة جديدا إلى القيادة السورية من طروحات تتعلق بتطبيق بيان جنيف، أو فيما يتعلق بمؤتمر جنيف 3 أو مؤتمر دولي جديد حول سوريا؟ تأكيد زيارة السيد دمستورة اليوم تأتي في إطار تغير في الأجواء والمواقف الدولية. هذا التغير مبني على أساس رئيسي هو ضرورة مكافحة الإرهاب وضرورة مكافحة داعش بشكل أساسي، وضرورة محاربة هذا الإرهاب والقدرة على محاربته لا يمكن أن تأتي إلا عبر تحالف وقوات برية قادرة على العزم على هذا الأرض، لأن التحالف والضربات الجوية غير قادرة نهائيا على إيقاف تمدد داعش. وهذه العمليات الإرهابية اليوم التي طالت تركيا وطالت عدد من البلاد الأوروبية أصبحت تشعر بالقلق بدول المنطقة، وبحاجة اليوم الولايات المتحدة لبناء تحالف جدي بهذا الأمر. واليوم أيضا هناك توافق، شبه توافق، لا نقول أن هناك توافقا تاما بين الولايات المتحدة وروسيا على هذا الأمر، ولكن هناك بداية توافق على هذا الأمر. والعمل واليوم الموقف التركي هو موقف متقدم وسريع في هذا الإطار. نعلم أن تركيا كانت تطالب منذ البداية بشيئين أساسيين لمحاربة داعش، أولا المنطقة الآمنة التي تدعيها، وثانيا أن تكون الحرب على داعش مترافقة مع الحرب على السلطة السورية. اليوم
هناك حرب واحدة فقط على داعش، هذا يعني تنازلا من المواقف التركية. ما يهمنا في الأمر اليوم هو مصلحة سوريا. مصلحة سوريا تقول أنه لابد من بناء توافق وطني داخلي لنستطيع محاربة داعش، وهذا الأمر لا يكون إلا بالتوافق مع السلطة، ولكن بشروط وبضمانات وبرعاية دولية قادرة على بناء هذا التوافق. أما أن نقول أن سوريا سقطت ولم تسقط، وأن هناك هذا الدعم الأمريكي لسقوط سوريا، سوريا لن تسقط. نتحدث عن سلطة، عن تغيير سياسي، ولكن سوريا لن تسقط أبدا. هذا أمر أساسي يجب البناء عليه، وأعتقد أنه سيكون هناك تغيرات حتى في الموقف السعودي في أيام لاحقة. المهم اليوم أن نستثمر هذا التغير في المواقف الدولية لبناء تغيير حقيقي في الداخل السوري، وليس فقط حرب عسكرية كما كانت على أيام صدام حسين أو غيره، لبناء فعلا انتقال سياسي في الداخل السوري يستطيع أن يبني وحدة وطنية قادرة على محاربة داعش وعلى الانتقال. سعد السفير ماخوس، هل أن هذا ما يتحدث به برأيك دمستورة في دمشق، وما تحدث به مع المعارضة ومع الأطراف الدولية، وهل أن خطة الرئيس الروسي بوتين في إقامة حلف إقليمي هو الهدف في المرحلة المقبلة؟ أنا لا أعتقد أن السيد دمستورة بصدد إحداث اختراق في عملية البحث عن حل سياسي، لأنه على الرغم من عملية الاستطلاع الواسع والغير مسبوق التي قام بها حديثا في جنيف والتي استمرت أكثر من شهرين، ولم يبقى أحد لا في المعارضة ولا خارج المعارضة ولا من الأطراف الإقليمية ولا الدولية إلا وقام بالاتصال به واستطلع وجهة نظره في آلية وكيفية الوصول إلى حل الأزمة السورية. على الرغم أن من اتساع هذه العملية وهذه تسجل للسيد دمستورة، لكنها لا تغير بالأساسيات. كل هذه العملية لا تغير من الأساسيات الواضحة والمعروفة سابقا فيما يتعلق بالمسألة السورية. كانت هناك محادثات جنيف كما نعرف، وهناك بيان جنيف الذي هو مرجعية أساسية للمجتمع الدولي برمته من أجل نقطة بداية للبحث عن انتقال سلمي للسلطة، انتقال عبر هيئة حكم انتقالي واسع، ليس واسع وأنا كاملة الصلاحية للانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية تعددية، دولة القانون باختصار. هذا هو السيناريو الوحيد الذي يجب العمل عليه، ولكن هناك مقاربات مختلفة في آلية وصول إلى مثل هذه الدولة الجديدة. السيد دمستورة أقول مرة أخرى لن يحقق شيء اليوم. الإشكالية ليست في الأمور التقنية، كيفية الاستبيان وكيفية استطلاع الناس، المسألة هي مسألة موازين قوى على الأرض. النظام السوري راهن، واليوم بشكل خاص يراهن على حسم عسكري. نعرف المعارك التي بدأها حاول مثلا في الأول في القلمون وفشل في إحداث أي اختراق بالقلمون، اليوم يحاول احتلال الزبداني. الزبداني موجودة تحت سيطرة معارضة منذ أكثر من سنتين. هناك اليوم جيش عرمرم من الفرقة الخامسة الرابعة والعاشرة بحدود حوالي 15,000 مقاتل، زائد حوالي 4,000 مقاتل زج بهم حزب الله حديثا، زائد مئات المقاتلين من الميليشيات العراقية. أي هناك جيش يزيد عن 20,000 أو 22,000 مقاتل مقابل 1,500 مقاتل من المعارضة متحصصين بالزبداني، وهم لن يستسلموا على الإطلاق أيا كانت الحصائل في النهاية. هذه المحاولة الجديدة خاصة على خلفية الاتفاق الذي حدث مع إيران، الذي جعل النظام السوري وإيران فلنقل حامية له ومظلة للنظام السوري وحاملة المشروع الإقليمي للهيمنة على المنطقة، يشعر بارتياح وأن هذا الاتفاق الجديد سوف يخلق إمكانيات جديدة ودعم إضافي للنظام السوري عن طريق إيران التي لم تبخل في الدعم حتى في ظروف الحصار. هذه المعادلة لن تنتج أي حل سياسي اليوم على الإطلاق. الحل السياسي ينتج عندما يتم هناك اختراق. المعارضة حصلت على اختراق بدعم من أصدقائها في السعودية وتركيا وقطر، والمعارضون أيضا الجيش الفتح أحسن تنظيم صفوفه، وحدث الاختراق المعروف والذي كان مرشح، ولكن أن لم يكن كافيا هذا الاختراق، ولكن للأسف ولم يحسم الأمور. حدثت ضغوط على داعمين من أجل أن لا يذهبوا بعد من ذلك، لأن الغربيين والأمريكان على وجه التحديد قالوا أن كان يوصف هذا الموضوع بالانتصار الكارثي، إذن كانوا يخشوا أن ينهار النظام والسلطة في سوريا وتدخل سوريا في حالة الفوضى. أيا كانت الوقائع، نحن نعتقد أن
أو ما لم يتم دعم المعارضة التي تسمى المعتدلة فلن يكون هناك حل سياسي. واضح. طيب واضح سعادة السفير. دعني أنتقل إلى علي حسين بكير. سيقفون ضدها. في أنقرة علي هناك معلومات صحفية ذكرت أن هناك خطوط فتحت بين تركيا والنظام السوري بعد المبادرة التي أطلقها الرئيس الروسي بإقامة حلف إقليمي سوري تركي سعودي أردني لمواجهة داعش. وذكرت المعلومات الصحفية أن مسؤولا عسكريا تركيا توجه إلى دمشق والتقى مسؤولين عسكريين سوريين لدراسة هذه الاحتمالية. هل هذا شيء وارد برأيك بالنسبة للطرف التركي؟ لا أبدا، هذا الشيء غير وارد على الإطلاق، وحتى لو كان واردا لا أعتقد أن الجانب السوري أيضا سيكون مرحبا بهذه الطريقة. يعني هذه معلومات مختلقة، وربما هدفها التمهيد لمثل هذا الأمر أو دفع الجانب التركي، إرسال رسالة للجانب التركي لأن يقوم بهذه الخطوة. أنا باعتقادي الموقف التركي لا زال متماسكا ولا زال قويا ولا زال معارضا للأسد بقوة، وهو لم يتراجع ولم يتنازل عن مطلب إزالة الأسد كشرط أساسي وك موضوعي ولكن يعني رغم كل هذا الموقف علي ورغم الدعم الذي قدمته تركيا للمعارضة السورية لم تستطع تركيا حسم الأمور، بالتالي يعني بدأ هذا الأمر والوضع في الداخل السوري ينعكس سلبا على الداخل التركي. كيف ستتصرف تركيا في المرحلة المقبلة؟ نعم، المشكلة الأساسية هي في الموقف الأمريكي وفي ارتباط الموقف التركي والموقف الإقليمي السعودي ومواقف الدول الإقليمية بالولايات المتحدة الأمريكية. هو الذي عرقل عمليا وأخر عمليا الإطاحة بالأسد، وأدى ذلك التأخير إلى تدمير الدولة السورية واتساع الحرب وخلق البيئة المناسبة لولادة تيارات متطرفة كتنظيم داعش كحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وميليشيات وحدات حماية الشعب. والمعادلة ستبقى كما هي، كلما طال بقاء نظام الأسد في السلطة كلما زاد تدمير الدولة السورية وكلما زاد التطرف في سوريا إزاء تدخل الميليشيات الطائفية الشيعية التابعة لإيران. هذه المعادلة ثابتة ولن تتغير ولن تتغير. ما يحصل الآن أن الجانب التركي بالإضافة إلى لاعبين إقليميين يحذرون الجانب الأمريكي من أنه إن لم يتم الضغط الآن قبل فوات الأوان على نظام الأسد من أجل التمهيد للعملية السياسية، فإن هذا النظام سينهار بشكل مفاجئ في المرحلة القادمة، وهذا لن يكون عاملا مساعدا على الإطلاق في عملية مكافحة تنظيم داعش. لذلك إن كان هناك جدية لدى المجتمع الدولي ولدى الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة داعش، يجب التنظيم لإخراج نظام الأسد من السلطة والتمهيد لعملية انتقال سياسي تؤدي إلى تحالف إقليمي بين الدول الإقليمية والدولية لمكافحة تنظيم داعش، وتفتح المجال أمام هذا الباب للقضاء على هذا التنظيم. فصل أخير ونتابع ساعة حرة، كونوا معنا. تراث وكنوز فنية. لازم الأرشيفية كلهم يعملوا شيء أشبه بالجمعية عشان نوثق كل ما استطعنا من تراث مصر. لحلم موسيقى جذابة وفن مختلف. إن شاء الله في يوم من الأيام في أول مدرسة مارشنج باند في الوطن العربي. إحياء الطرب النوبي. مشكلة الجيل الجديد اللي طالع دلوقتي عارف القديم، احنا بنغني النوبة عشان نحافظ على اللغة بالذات. حدثنا الموسم الثاني السبت في الأوقات التالية عبر قناة الحرة. رحلة عيد أخيرة لف الإرهاب حولها وضحايا لا ذنب لهم سوى أنهم أحبوا الحياة. ذاكرة مؤلمة لحادثة مفجعة تعرفوا عليها في ملفات الحرة والفيلم الوثائقي تفجير لوكيربي. الثلاثاء في الأوقات التالية عبر قناة الحرة. أهلا بكم من جديد. خالد بطر، في الخشية الدولية من سقوط النظام السوري في هذا الوقت في حال
قيام المعارضة باندفاع عسكرية، بالمقابل سيكون هذا الأمر انتصارا لداعش وللمتطرفين الذين يؤيدون القاعدة وداعش. كيف تنظر السعودية إلى هذا الأمر، وبالتالي كيف تنظر إلى إقرار الولايات المتحدة بدور لإيران في سوريا في المرحلة المقبلة، خصوصا أن السعودية وإيران كانت قد استبعدت عن مؤتمرات جنيف السابقة؟ أولا بالنسبة لداعش فلن تكون سعيدة بسقوط النظام السوري، لأن النظام السوري هو الذي أنشأ داعش من الأساس لتكون يعني بعبع يهدد به الغرب. ولكن إذا حلت مكانه ألا يرضيها ذلك برأيك؟ دعم القاعدة أيضا في اليمن. لا، داعش يعني هناك تكتيك بين أو اتفاقيات سرية بين داعش والنظام، بدليل عندما في تدمر انسحبت القوات السورية بهدوء وسلام ثم سلمتها ببساطة لداعش. لم تحصل حتى الآن مواجهات حقيقية بين داعش من جهة وحزب الله والنظام السوري والقوات والميليشيات الشيعية من ناحية أخرى. داعش لم تهاجم في يوم من الأيام إيران. واضح أن هناك وجود لداعش متفق عليه بين القوى المناصرة لنظام بشار الأسد، وهو وجود يعني مطلوب ومرغوب. القوات المعارضة هي التي تحارب داعش وتحارب النظام السوري في وقت واحد، وهذه هي الإشكالية. الحقيقة هو السؤال هو عن الغريب، هو الموقف الأمريكي الذي يعارض نو فلاي زون، يعارض تدخل عسكري أرض على بري في سوريا، يعارض أي موقف يمكن أن يضعف القيادة السورية أو ينهي هذه المأساة. إذا كان العذر هو أننا نخشى من الفراغ الذي سيحدث بعد خروج الأسد، فلماذا لا يكون الضغط مبكرا وليس الآن؟ الآن أصبح أكثر أهمية، ولكن من السابق كان يفترض أن نضغط من أجل استبعاد نظام بشار الأسد. هذا كان في جنيف واحد. في جنيف اثنين تراجع الأمريكان وغيرهم عن هذا المطلب، وأصبح النظام رقم صعب. الآن تعود الدعوات للأمريكان ولغيرهم كما سمعنا من السيد بابكير في أنقرة إلى استبعاد الأسد الآن، وبدأت يعني وضع ترتيبات خشية من هذا الفراغ. سقوط الدولة قد يؤدي إلى ما حدث في ليبيا على سبيل المثال. طيب ماذا عن مشاركة إيران في المرحلة المقبلة في أي حل يعني في سوريا؟ سلاسة في انتقال السلطة. مرفوض 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 من العالم العربي. إيران فارسية وليست عربية، وليس من حقها ولا من حق تركيا ولا من حق أي أحد أن يتدخل في الداخل السوري وأن يساهم في أي ترتيبات أو أن يؤثر على القرار السوري إلا السوريين ومن ورائهم الجامعة العربية والدول العربية. أما التدخل الإيراني فسيبقى مرفوض. وهذه الإشكالية مع وهذه الشبهة التي وضعت نفسها فيها الولايات المتحدة بالتعاون أو بغض الطرف عن التدخلات الإيرانية في المنطقة سواء في اليمن أو في سوريا أو في العراق. في العراق سلمت العراق كلها لإيران على طبق من ذهب، وسمح لنور المالكي الطائفي أن يحكم وأن يدمر العراق الشقيق طوال هذا الوقت. الموقف الأمريكي موقف مخرب وموقف جاهل، وقد يكون له أسباب استراتيجية ولكنها ستنعكس عليه حتما، لأنها كما فشلوا في العراق فسيفشلون في سوريا وفي اليمن وفي غيرها. أنس جودة، كيف تنظر إلى